منين؟ يعني ايه اللي مخليني الاستعمار يستعمر ناس، يقعد عند ناس وياخدهم ويحتلهم ويقعد عندهم؟ مش عايزين نقول ياخد خيرهم بقدر ما انه شايف ان هو لعله بهذه الحاله هيطور من ادائهم في الحياه. انا باين عليك اللغه على اللغه يعني ولا ايه؟ بس يعني للناس اللي جت متاخره، للناس اللي جت متاخره دخلت متاخر الان، شباب شباب مساء الخير عليكم جميعا. يعني يجب علينا جميعا ان نرحب اولا باستاذنا الدكتور سميح شعلان، استاذ العادات والتقاليد الشعبيه في اكاديميه الفنون معهد الفنون الشعبيه، وحد من اهم باحثي الفلكلور والثقافه الشعبيه في مصر والعالم العربي، له العديد من الدراسات عن العادات والتقاليد، واشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، والموالد والمعتقدات الشعبيه والعادات والتقاليد، مهتم بالخبز بشكل اساسي، وانا كلمتهم شويه عن المشروع دوت. وفي الحقيقه احنا اليوم عندنا فرصه نسمع الدكتور اولا سميح شعلان حوالي 20 دقيقه يقدم لنا اهم خلاصات او فكره المعتقدات الشعبيه عند المصريين، وبعد ذلك نفتح المجال للنقاش. واعتقد ان الموضوع من اثرى الموضوعات التي تناولناها خلال الفصل الدراسي، الثقافه الشعبيه وما يرتبط بها من المعتقدات، ونفتح المجال للنقاش بشكل عام، سواء كان عندكم اسئله للدكتور سميح شعلان سواء تعلقت بموضوع الكلمه التي قدمها او في الثقافه الشعبيه بيكون بشكل عام. فممكن حضرتك الان في تصوير طمني الدكتور سيد على انه انتوا فاهمين كلامه طبعا؟ اه مش عارف كلامه بقى هيتفهم ولا لا، هو عارف وعارف مفتاح التواصل معاك. مش هكمل لانه وقتنا ضيق. فرحت حضرتك قوي قلت اه ما تكملش على سيدنا. منورين مصر. نور وجودك بارتهاء. احنا لنا شكلنا الخاص بينا، مش لاننا احسن ناس او اوحش ناس، احنا ناس لنا ملامح تخصنا، ملامح اللي بتخصنا جايه من ظرفنا، الظروف المحيطه بينا، سواء كانت ظروف اجتماعيه، ظروف تاريخيه، ظروف جغرافيه. الانسان دوما في كل مجتمع من المجتمعات يسعى لتوفيق وضعه مع ظروفه من خلال مفردات ثقافته، عاداته ومعتقداته وابداعاته الشعبيه. فاحنا كفولكلوريين قصدنا نرصد حكمه الناس في اختيارهم لمفردات ثقافتهم. كيف ان هذه الحكمه دعت الناس للاختيار الاوفق الذي يتناسب مع تلك الظروف. بالحكمه القدره على التعايش مع منطق الحياه، دي قدره الانسان على منطق تعايش يخليه وهو بيمارس الحياه وهو بيعيش الحياه يقدر يستمتع بيها، وما يبقاش فيه مصدات وحاجات تصده او ترده عن هذا الاستمتاع. ففكره الفولكلور هي فكره قائمه على الترجمه الانجليزيه بتاعتها حكمه شعب. فاحنا ايه كفولكلوريين بنرصد الحكمه اللي بتخلي جماعه انسانيه ما بتوفق وضعها مع الظروف المحيطه بها. طيب انا النهارده في العجاله اللي دكتور سيد الزمن اللي بيتحولي، وعلشان النقاش يبقى اكثر ثراء هتكلم في المعتقد. المعتقدات الشعبيه جزء من موضوعات الفولكلور اللي هي ايه؟ احنا بنرصد حكمه الناس اللي بتخليهم يختاروا ما بين البدائل، هذا البديل الذي يتناسب مع ظرفهم. بدائل ايه؟ البدائل الثقافيه، سواء كانت تلك البدائل عادات، وهي ايه العادات دي؟ ايه الفعل الاجتماعي اللي بيمارسه الافراد. العاده هي ايه؟ فعل اجتماعي يمارسه افراد، سلوك جمعي تمارسه ايه؟ يمارسه افراد. العاده سلوك، يقول لك احنا بنعمل كذا وبنعمل كذا، المصريين عندما يحتفلون بشهر رمضان بيعملوا كذا وكذا وكذا،
لما بيحتفلوا بعرسهم بيعملوا كذا وكذا وكذا. وسط العمايل دي ممكن يبقى فيه ابداعات، ممكن يغنوا، ممكن يلبسوا جديد، ها ملابس ديت ازياء شعبيه، وهم بيغنوا بيقولوا كلام اللي بنسميه الادب الشعبي، والكلام ده بيتقال بلحن اللي بنسميه الموسيقى الشعبيه، وده بيعملوه في اطار اجتماعي ما، ده بنسميه السلوك الجمعي اللي بيمارسه الافراد. يعني العاده عشان نفرق بسرعه من اللي نتكلم فيه، العاده هي الفعل، السلوك الجمعي اللي الافراد بيمارسوه. حد مش فاهمني؟ رجعوا لي. ها؟ لا ده هم فاهمين ولازم يفهموا عشان يعملوا ملخص. ملخص الكلام ده صعب، انا ما اعرفش اعمله على فكره. تعدي جميل. خلينا في العاده. امال ايه المعتقد ده بقى؟ المعتقد غير السلوك. افكار مش كده ولا ايه؟ انا اعتقد في ان هناك احد الافراد الذي يتربص بيا فممكن يحسدني، وانا الصبح انا لابس الكرافته الحلوه او القميص الجديد فالعينه بتستكتر ده عليا فبتحسده، فبيقوم منتوش في الشباك وانا داخل فيتقطع، فانا بلقي هجم وتبعت هذا الفعل الذي تم ليس عليا، مش انا اللي ماشي عمال اتخبط مش واخد بالي من المسمار فالمسمار شدها، لا ده حد غيره. حد غيري ايه بقى؟ عينيه مدوره وثاقبه وقادره على انها تنفذ فتضر. طب يا جماعه ايه حسد؟ مفيش حسد. تيجي تقول للناس يا جماعه بتعتقد الكلام ده ايه؟ يقول لك لا ده القران قايل ومن شر حاسد اذا حسد. هل القران قال ان عينيه مدوره؟ هل القران قال ان عينيه صفراء؟ هل القرآن قال صد الحسد بإنك تعمل له خمسة وخميسة وتقول له النهاردة الخميس تعمل خمسة كده يقوم إيه؟ الضرر ما يتمش. وتقول له النهاردة يعني تقول حاجة فيها خمسة. لأن الخمسة دي بتشغل الكائنات الاتصال إنه يتم. ما عندكم في انجلترا يقول لك تاتش وود يعني عشان اللي إيه الخشب ده مش هيوصل مش هيعمل حالة الوصل فيبقى إيه تمسك الخشب يقوم إيه الضرر ما يتمش مش كده؟ مش أنت مين انجلترا؟ عندكم تاتش وود؟ وعندنا على طول تكلمناها معلش عشان ابعاد الشر عنه حد ما الحسد ما يوصلكش، الشر اللي ممكن يجي عن طريق الاخرين ما يحصلش. تاني باذن المعتقد ده هو ايه؟ افكار. والافكار دي ايه؟ الافكار دي مش زي العاده فعل بقى، افكار عند بني ادم ويلعب الخيال الفردي دورا فيها فيؤسس لها. يلعب الخيال الفردي دورا فيها فيؤسس لها. مش رؤية الجماعة اللي بتحددها، العادة الجماعة هي اللي بتحددها. يقول لك علينا لما حد يتجوز نعمل له فرح ونروح نزوره ونروح نديله هدايا ونيجي الفرح ونرقص معاه ونروح نهنيه والبنات يرقصوا لوحدهم ونغني له غنى ونقول له كلام يخليه يندمج ونخليها نقول لها كلام تخليها تندمج في عرسها. فالأمر اللي بيخلي الفعل ده لازم وحتمي اساسي والناس لازم كل فرد لازم يلتزم انه يعمله، واللي ما يعملهوش يحاسبوه ويعاقبوه ويقولوا له لا يا راجل انت ايه مش عايز تعمل اللي احنا متفقين عليه. انما المعتقد يلعب الخيال الفردي دورا في التاسيس له عند الفرد. الفرد كامل الحريه، انا اعتقد في الحاسد او مش اعتقد. من حيث حده الاعتقاد او خفته، واحد المعتقد عنده يبقى صار. لو شاف بومه الصبح او غراب اسود ما يخرجش من البيت، لان لو خرج ده يوم شؤ يتشائم باشياء ولديه المعتقد قوي حدته يعني قوي جدا. والناس تاني خفت يا راجل سيب على الله انا هاخد حسن انت عارف حسن يا سيدي بس سيب على الله. يعني هناك تضاريس في علاقه الفرد بما يعتقد فيه وليس هناك حتميه في انه يؤديه. يعني مفيش ناس تدفع ببعضها يقول لك ايه لازم تعتقد في الحسد او تعتقد في الاولياء او تعتقد في الجن والعفاريت او تعتقد في اولياء الله الصالحين. كل هذه اراده الفرد هي اللي بتدعوه لكي يعتقد او لا يعتقد، ولخفه الاعتقاد عنده او حدته. المعتقد الشعبي كمان من خصائصه انه بينتشر انتشارا واسع بين الامم والثقافات. ليه يا عم؟ لانه هناك حاجات انسانيه مشتركه بين الامريكان والمصريين والانجليز والاتراك والهنود والاثيوبيين، كل بلاد الدنيا لدي الانسان لديه حاجات انسانيه ملحة. ان يتعرف على الغيب،
أن يطلع على المستقبل. هذه حاجات إنسانية ملاحة عند كل البشر. فتلاقي عند الفرنسويين والأمريكان والأسيويين والمصريين آليات وسبل يسعوا من خلالها أن يطلعوا على هذا المستقبل كيف يكون، والموت ومتى يتم. يقول إيه؟ يعتقد في الأحلام، يقول لك فيه رموز في الأحلام بتدل على موت صديق. إن أنا لو حلمت إن ضرسي بيوجعني قوي، إذا في حد مقرب مني هيموت. لو حلمت الفلاحين عندنا في بلدنا، لو حلمت إن عريشة البيت السقف اللي مغطي البيت وقع، معناها إن حد مهم جدا في البيت هيموت. حد مهم إزاي؟ بمرتبة الأب أو الزوج، لأن الأب أو الزوج يمثلوا في حياة الأسرة هذا الدرع الحامي من وهج الشمس. أو جدار البيت وقع، هذا الدرع الحامي من تلصص المتلصصين. يعني شوفوا الرمز كمان لما يختاروا القرويين يختاروه وفقا للدور الاجتماعي اللي بيأديه الفرد في حياة الأسرة وفي حياة الجماعة. الفرنسويين والأمريكان أكيد عندهم رموز، بس رموز تخصهم، مش العريشة، مش الجدار. هتلاقي رموز تانية لكن لها علاقة قوية جدا بإيه؟ بالدور الاجتماعي، علشان الرمز يبقى واضح. طب ما الدرس إيه؟ الدرس يقول لك ده الصديق عزيز، لأنه ألم فقد الصديق كألم آلام خلع الدرس. وخلع الدرس عندنا عند المصريين زمان ما كانش دلوقتي تقعد على كرسي وتدي لك بنج ويخلع لك الدرس وما تحسش بيه. لا، زمان عند الفلاحين كان يجي الراجل حلاق الصحة ويكتفه الراجل، ها؟ لأنه الألم شديد، ويجيب حاجة كده اسمها الكلمة ويشيل الدرس. خلع تقول لك ده ما طلعش إلا بخلع الدرس. يعني بآلام شديدة جدا. عشان كده الرمز ده اللي في الحلم اللي بيدل على موت عزيز مقرب يقول لك أنا بحس بآلام خلع الدرس. فاهمين حضراتكم؟ يعني إذا المعتقدات التي تأمل الشعوب من خلالها أن تتعرف على أشياء لا تعرفها وتجيب على تساؤلات ليس هناك إجابة عليها، حتى الأديان السماوية ما جاوبتش عليها، لا القرآن قال ولا الإنجيل حكى ولا التوراة قالت ولا أي ديانة سماوية جاوبت على. يقول لك وقل الروح من أمر ربي، ها؟ والمستقبل والغيب مالكش دعوة بيه، بتاع ربنا. أكيد ده موجود في الأديان السماوية كلها، إلا أن الإنسان لا يرضى أن لا يعرف. عليه أسئلة بيحاول دايما أن يأتي بآليات تعرفك على إجابة هذه الأسئلة. فاهمين ولا مش فاهم ولا مش فاهم؟ يعني أنا الآن إن أنا عمال أقول لا ده ممتاز، هم فاهميني كده؟ بس تفضل أحكي لي كلم باللغة العربية وأقول لك اللغة العربية لا أكلمهم بالعامية، فأنا مش عارف لكم يعني أتكلم بإيه؟ أمشي كده ماشي الكلام، أنا حاسس إنك مش فاهمني صح؟ نص ونص ربع، أنا حاسس إنه ربع مش نص ربع كويس. الربع بسرعة أقل شوية، أهدي بسرعة شوية؟ أنا بقول بسرعة عشان الزمن الضيق اللي أنت بتقول. بدي لك 10 دقايق كرامية. طيب. لا يعني الكلام اللي بقوله ده حلو كده؟ يعني عندي شوية أتكلم معايا أتكلم معايا؟ أيوه. أنا الحقيقة طريقة كلامي دايماً حماس الحكم. دايماً حماس الفكرة وإيماني بيها وإحساسي بأننا بندرس شيء شديد الأهمية. لأنه بيعبر عن منظومة أفكار جماعة إنسانية وعن وجدان الشعوب، ده اللي بيخليني حماسي زي ده. أنا خريج آثار في مصر، خريج آثار مصرية، لكن كنت بعمل دراسة عليا وقمت ساحب ورقي لما ظهر هذا المعهد الذي يدرس الإنسان، ثقافة البشر الحاليين. إحنا مين؟ إحنا بنفكر كده ليه؟ إيه اللي بيخلينا نعتقد في أشياء قد تنتمي إلى الفكر الغيبي غير الرشيد؟ إيه اللي بيخلي الناس تعمل كده؟ أو أن هذا الذي فيما بيننا، هذا الذي ندعي أنه أفكار تخص المصريين ليست فكرة مصرية خالصة، ولكن هي فكرة الإنسانية كلها. ده يخليك تتعرف على العقل الجمعي كيف يفكر وفيما يفكر وما الذي يشغل أفكاره وما الذي يدعوه لتغيير تلك الأفكار. ده اللي بيخليني شديد الحماس لهذا العلم، لأنه علم يوضح طبيعة الشعوب، أفكار الشعوب، محتوى العقل للشعوب،
المحتوى الوجداني للشعوب، التوجهات الفكرية لتلك الشعوب. فهو علم من العلوم الإنسانية القادرة كل القدرة على أن تكشف عن هذا الذي في باطن الإنسان ولا يستطيع أن تقرأه قراءة علم الاجتماع أو علم التاريخ لوحده. إحنا بنوظف كل هذه العلوم الإنسانية عشان نعرف من خلالها الإنسان بيفكر إزاي من غير وسيط. لما نروح نشوف الناس بتعتقد في إيه، فنشوف إيه اللي خلى الناس دول يعتقدوا في كده. أحكي حكاية بسيطة. زمان أنا صغير كده كنت دايما بروح الغيط بتاعنا، الغيط يعني المزرعة اللي بنزرع فيها، فكان في حد بيساعدنا في البيت ومراته دايما معاه. فانا بروح وانا عيل صغير الاقي عندها طفل صغير كده وحلو واد كويس وعمال يعيط عادي وهي بترضعه والدنيا حلوه. يومين ثلاثه والاقي الولد ما بقاش هو يصوصو كده، يجي يعيط يطلع صوت مواء زي مواء القطه كده ويزبل تماما ويبقى اقول لها يا خلف لنا اللي حصل. تقول لك ده انبدل، تقول يا اخويا ده انبدل. انبدل يعني ايه؟ ده ما شدني، دجان خده وجاب حد غيره، ده ابن الجان. وهي مسلمة أمرها لربنا إن الواد المبدول ده هيموت هيموت. وفعلا الواد مات بعد يومين ثلاثة أربعة، وحصل ده عندها مرتين ثلاثة. كل شوية ده ابنك إيه مبدول، والواد فعلا هي شافاه مبدول. ليه؟ لأنه بقى جلد على عظم، وبقى الأصوات اللي تصدر عنه أصوات ليست طبيعية، فتقول ده ابن الجان. هذا فكر للرشيد، صح؟ بإيه؟ برؤيتنا إحنا، بفكرنا إحنا، وإحنا مش واعيين إن مصدر هذا الفكر جاي منين. الواد ده ابنها ده بيجي له جفاف، وزمان ما عندهاش خدمة صحية، وما عندهاش قراءة تعليمية، مش متعلمة، أمية، وما عندهاش إمكانات مادية تخليها تاخد ابنها وتروح لدكتور في البندر، يعني في المدينة البعيدة. تقوم ايه؟ ترجع الى فكرها وتفسر بنفسها من خلال معتقدات منتشرة في ان في جان وعفاريت بيتربصوا بالبشر وخاصة الاطفال الصغار. هل هذا تخلف؟ احنا على طول هذا تخلف ونقف من بعيد عنه ونقعد ايه؟ نحكم عليه. ونحكم عليه دايما بايه؟ بسلبيته. انا شايفه ايجابي جدا. ايجابي ازاي يا راجل انت بتقول لنا ده مش ايجابي، ده متخلف. ايجابيته في مؤشره للجابات التنمويه، يعني الفراغات العقليه اللي ادت لوجود مثل هذه الافكار، مش كده؟ ايه بقى؟ مفيش تعليم، يبقى يا تنمويين الحته دي عايزه ايه؟ تنميه في مجال التعليم. يا تنمويين الحته دي عايزه تنميه فين؟ في مجال الصحه. بينتشر بين مين؟ بين الاناث. يبقى الجزء ده محتاج ايه؟ تعليم اكثر للاناث. ايه رايكم ان في نفس الوقت الست دي بعد 3 4 5 سنين دي اعلانات في التلفزيون بتقول مواصفات هذا الطفل، وتقول ايه؟ الواد اللي بيبقى كده يبقى عنده جفاف، اديله محلول هيخف على طول. لو الست وقفت عند فكرها القديم وقالت لا ابني عنده مبدول يبقى تخلف. لو الست جريت ورا المحلول يبقى رشد عقلي بيخليها توفق ظرفها مع عقلها. لما حد قال لها، لما حد جه في التلفزيون وقال لها الواد ابنك ده قابل لانه يخف، فجريت ورا ايه؟ ورا المحلول. المحلول فيه محلول كده جابوه الاطفال اللي هم عندهم جفاف يخفوا على طول. ممكن الولد ياخد المحلول شويه بشويه وبقى ليا، والتلفزيون قاعد يعمل اعلانات والراديو بقى يقول اعلانات كتيره، فالناس اللي كان عندهم هذا استبدل هذا الفكر في هذه الوجهه. يعني ايه؟ الناس مش عايزه تبقى متخلفه بقدر ان الظرف المتخلف هو الذي يدعوهم لافكار متخلفه. مش كده ولا ايه؟ واحنا مش مع هذه الافكار، لا يمكن نقول ان الكلام ده كلام حلو واحنا معاه كانه شعب، لا، احنا بنراه حتى نكشف عن اسباب وجوده. نحن نراه، نكشف عنه، نرصده حتى نكشف عن اسباب وجوده. لنعطي على طبق من ذهب القائمين على التنميه مؤشرات يمكن بها ان يفعلوا فعل تنموي لهذه البقعه العمرانيه التي تحتاج هذه الاليه في التنميه.
فاحنا مش عايزين نقراه النص الاعتقادي وصفه نص متخلف. ايه الناس اللي بيروحوا يعيطوا عند اولياء الله الصالحين ويكنسوه ويعملوه؟ الذي يجعلنا نقراه قراءه تنمويه من واقع كونه يعبر عن جماعه انسانيه وهناك اسباب دعت الى وجود مثل تلك الافكار. فلكي تنحاز هذه الافكار ونبعدها نبعد اسبابها. مش نقعد في الميكروفون ونقول بطلوا تعملوا كده، مش هيوافق. طالما السبب لسه موجود ستظل الناس تحمل هذه الافكار وتسعى الى انها تروج ليها وتنشرها وتدعو اليها. ما زال حضراتكم وكل الناس يؤمنوا بالحسد، اغنياء وفقراء ومتعلمين وايه والذين تعلموا تعليما عاليا والحاصلين على الدكتوراه يؤمنوا بالحسد، لان دي معتقدات فرديه مرتبطه باراده نفسيه للفرد ذاته. هو عنده تنشئه ثقافيه اهلته انه يقبل هذا المعتقد. هل ده الفكر المتخلف؟ وفي في مفيش حد بيدور لحد، مش كده؟ لكن احنا عايزين البشريه عايزه والافراد عايزين يلقوا عن انفسهم تبعه الخطا. مش انا اللي بغلط، ده غيري هو السبب في الغلط اللي حصل لي، فقوم راميين همنا على غيرنا. عشان كده بيشيع وينتشر ويستقر ويتجاوز حدود المكان ليصل الى حدود البشر كلهم المجمعين في كل الدنيا. انتوا فاهمين ولا لا؟ انا ساعات بعتمد على هزه الراس، لكن ساعات بتبقى مضلله. ساعات هزه الراس دي بتبقى مضلله مش حقيقيه. ساعات هزه الراس عشان اخلص يلا خلصنا عشان وبعد ولا غيره ولا غيره، مش كده ولا ايه؟ زمان كنت بقتنع طالما هزه الراس انتوا فاهمين. لا ففهمت ساعات بسال بقى ايه؟ تلاقي الناس مش فاهمه حاجه. عايز تخلص بالساعة وخلاص يلا خلصنا يعني، مش كده ولا ايه؟ يا ترى هزة الراس دي جاية من أي هزة؟ الهزة الأولى ولا الثانية؟ أنت مش فاهمني فأنا مش هترد عليك. الربع ده ما يخليكش تقول عليا تقول هزة، هزة الراس معناها إيه؟ هزة الراس؟ مش عارف. هزة الراس كده. ها؟ ده كده وحش. خالص ما تقلقش. كده كده. اتصال العين. نعم. اتصال العين. اتصال العين ساعات. بيتفرج عليك. أنت اتصالات ولا إيه ولا سياسة؟ تعالوا نبص بصه نطلع اطلاع على هذا المعتقد الذي هو يترتب عليه سلوك. يعني دايما العاده والمعتقد لازقين في بعض، ما تقدرش تفصل فكر جمعي عن بعض. عشان كده انا عملت بحث مره على العلاقه بين الزار والحضره الصوفيه. في الحضره الصوفيه ها لقيت في علاقه قويه جدا بين الاثنين، رغم هذا رايح في سكة وده رايح في سكة تانية. ده معتقدات بعيدة كل البعد عن الدين السماوي اللي هو ايه؟ الزار. والحضرة الصوفية بتحاول تقرب نفسها من الأديان السماوية. إنما لو بصيت عليهم الدقة يعني الموسيقى المصاحبة للاتنين بتاخد مساحات من الارتفاع، الريتم بتاعها يرتفع يرتفع حتى يصل إلى الذروة. وعند الذروة في الحضرة الصوفية ناس بيغمى عليها. انتوا عارفين كده ولا لا؟ ما تعرفوا. بس ايه؟ ما طول الحضرة الصوفية تلاقي واحد بقى انجذب ووقع على الأرض وقاعد يحط عليه مية وإيه ويفوقوه. الزار غرضه برضه إن يعلو بالريتم الإيقاع حتى يصل إلى هذه الحالة. الزار استدعاء للكائنات الغيبية اللي لابسة البشر. الست دي ملبوسه. ملبوسه يعني ايه؟ يعني في جني دخل جسمها وبيخليها تتصرف من خلاله وبقى له هيمنه على تصرفاتها. فتلاقيها ساعات تعمل كده وساعات تعمل كده وساعات تعمل كده وساعات تكره جوزها. هي دي مكانها بالفعل، لكن هي بتتحجج من العفريت اللي قالها ابراهيم وتضربه بالقلم وتقول العفريت اللي ضربك مش انا، العفريت اللي مد ايديك، وتهرب من البيت وتروح عند ابوك، العفريت اللي قال لي والله انا ملبوسه. كيف ترى جابي؟ فعلا جابي بيحصل عند كل الدنيا على فكره. فهي ملبوسه، فبنستحضر اللي لابسها الجان علشان نسترضيه. هو يا عم هنعمل لك الدقه الموسيقى اللي تخليك ترضى. يبقى جان ايه؟ سوداني، نعمل له دقه السوداني. يبقى جان نصراني، نعمل له دقه النصراني. جان
الحبشي، نعمل له الدقه الحبشي فيسترضى. ايه في الاخر بقى تقوم نايمه على الارض وقاعده وخلاص زي ما حصل فين؟ في الحضره الصوفيه اللي بيفقروا اللي بيذكروا الله باستحضار للملائكه في هذا الجو المفعم بعلاقه الفرد بربه. لكن كلهم الاثنين قايمين على ايه؟ على رقص وموسيقى. مش في الحضره الصوفيه بيرقص برضه؟ في الطريقه الحامديه الشاذليه والطريقه الرفاعيه بيرقصوا. بيعملوا ايقاعات حركيه وكانها رقصات ذات ارتال موسيقيه، الريتم الموسيقي هو اللي ادى اليها، مش كده؟ الزار صيغه احتفاليه طقسيه نسائيه قد يشارك فيها الرجال. الحضره الصوفيه طقس احتفالي رجالي قد يشارك فيه بعض النساء. تلاقي حوالين الحاره كده شويه بيستنوا عمالين يفقروا عمالين يفقروا عمالين يفقروا ويشاركوا في الحفل، ومش ممنوع عنهم هذه المشاركه. كما ان في الزار غير ممنوع عن الرجال الحضور والمشاركه، وقد يقوم بعضهم بانه يشارك في هذه الايقاع الحركي الراقص. يبقى اذا انت طالع من الاثنين؟ طالعين من فكر واحد. فكر جماعه انسانيه لها سمات وملامح فكريه تؤدي لما نيجي نعمل حفله نقرب الكائنات الغيبيه ونسترضيها ونخليها تقرب مننا، نعمل الحفله اللي بالصنف ده. نعمل الاداء الاحتفالي اللي فيه ايقاعات موسيقيه، هناك مشتركات في ما بين الزار والحضره الصوفيه وعلى راسهم الناي. انت من انت منين؟ منين يا فندم؟ امريكا. هم امريكا بينهم صار. يعني الساعه 4 كده هنا مش وقت. يس. احنا بنحاول نخلي القعده تحلو، يعني على الرغم ان انا قلقي من ان كلامي يبقى شخصي، دايما انا قلقي في اي محاضره ان كلامي يبقى شخصي، وعندي اليات وامكانيات ممكن يبقى شخصي، لان الناس كلها مع علاقتها باللغه ما هياش بالقدره اللي تخليهم يتواصلوا مع كلامي، لانه ساعات كلامي بيبقى دقيق شويه. دكتور سيد قال لي قول ومالكش دعوه. ماليش دعوه اللي انا بقول وخلاص، وربنا هو اللي يوصل بقى في ما بيننا حتى بالاشارات بالايماءات، طالما تحفت ما فهمت ماشي في النص المفهوم ده ولا في الربع المفهوم. كل الحكايه اللي عايز اسيب لكم مساحه نتكلم مع بعض، لان هذا الوقت الضيق لا يمكن باي حال ان يعرض لثقافه الشعوب، لأن ثقافة الشعوب هي حياة الشعوب، لأنها مبنية على فهم الشعوب لكيف يسيروا حياتهم بالدرجة اللي تخليهم راضيين ومقتنعين بأنهم يعيشوها وأنهم يسعدوا بوجودهم فيها، وأن اختيار مفردات الثقافة الشعبية مبني على هذه الفكرة، منطق التعايش مع الوجود في الحياة اللي بيخلي الصيادين يتعايشوا بشكل يتناسب مع ظرفهم، ويخلي الصحراويين يتعايشوا بالشكل اللي يتناسب مع إرادة الصحراء عندهم، ويخلي الصحراويين ينقسموا إلى بدو رحل وإلى واحدية قاعدين وساكتين في المكان، فده يعمل ثقافة وده يعمل ثقافة تانية، كل ثقافة منهم تتناسب مع ظرف الوجود في الحياة، حتى يستطيع من خلال تلك الظروف أن يتعايش معها ويرضى بها ويقنع بوجوده فيها، لأنه إذا لم يقتنع لم تقل. اللي ما يقتنعش يبقى صياد، روح يا عم عند الفلاحين. اللي مش عايز يعيش الصحراء روح يا عم عند الزراعيين. لكنه طالما ارتضى بوجوده في المكان والظروف المحيطة فعليه أن يتعايش مع تلك الظروف حتى يستطيع أن يعيش الحياة ويفرح بها ويستمر وجوده فيها لدرجة لا تنغص عليه. حلوه تنغص دي ولا عندكم صعبه؟ صعبه تنغص عندكم. صعبه. ها؟ تنغص يعني؟ مش عارف. تعرقل. تلخبط علاقته بالحياه. تخليه مش راضي. عارف يقول لك عنده يعني عنده منغصات، عنده مشكلات. تنغص الحياه. انا لازم اجي اقول لكم مصطلحات. على فكره عشان تتعرف على الشعوب. تتعرف على مصطلحات. يعني ايه؟ يقول لك الراجل ده خباص، تبليها شغلانه يعني
مصطلح مصري صميم من السعوديين عرب زينا بعرفين كده. يعني في كل شعب كده يختار مصطلحات يقول لك الراجل ده فهلوي. لو الراجل ده مهياص يعني بيقول كلام ويهيص بيعملش غير قادر على الفعل. دي مصطلحات الشعوب عشان تعبر عن سلوك الافراد، عشان يعبر عن اللي خارج عن النص الاخلاقي ومصطلح بس، ويسيبك بقى تبني على ايه علاقتك بيه الراجل ده طالما اداك المصطلح اللي بيدل على ثقافه الجماعه دي في فهمها للتصرفات الافراد كيف تكون ووجوب كونها من منطق انساني او عدمه، وبناء عليه يعملوا ايه مصطلحات كده. وتمتلئ الثقافه الشعبيه المصريه باصطلاحات عديده تعبر عن طبيعه ونوعيه الشخصيه اللي بناء عليه انت تتعرف عليه وتتعامل معاه من خلال هذا الاصطلاح. يعني بيقول لك الخلاصه، خلي بالك الراجل ده فهلاوي، خلي بالك الراجل ده خبص يعني مش حلو، يعني يخبص، يخبص يعني ايه؟ يعني ممكن يصدر عنه اي فعل سيء تجاه النساء او تجاه الحياه برمته. خد بالهم الستات، ياخدوا بالهم الامريكان كمان وهم بيجوا اي حد يقول لك ما اتجوزتيش ليه والكلام ده، المصريين كده يحبوا يتدخلوا في شؤون الاجانب يعني. انت يا ستي فخدوا بالكم من الخباص، خدوا بالكم من المهياص، خدوا بالكم من فجاري بق. يقول لك ايه ده فنجاري بق؟ يعني فنجاري بق يعني ايه؟ بيطلع من بقه كلام وخلاص، ديكليمان يعني بيقول كلام من غير عنده قدره على الفعل، من غير قدره على الصدق فيما يفعله، من غير ما يكون عنده قدره على التعامل معاك تعامل ايجابي. عايز تتعرف على اي شعب؟ انا بقول لك مش المثل الشعبي بس، ولكن المصطلحات التي تعبر بها الشعوب عن رؤيتها للافراد الذين يعيشون ويكونون هذا المجتمع. ليس هذا فقط انها كلها اصطلاحات سلبيه، لكن ايضا هناك مصطلحات شديده الايجابيه لافراد بعينهم عشان يثبت ايجابيتهم ويدعمها ويخليهم يستمروا عليها. وده يقول لك اه ده الراجل ده راجل ابن اصل، يعني راجل كويس جدا وحاجات من الاصول، تاخد بالك منه وتعامل معاه على هذا المستوى. مش عايز اطول عليكم، ولو اني عايز اطول معاكم وانا خايف الدكتور سيد الدكتور هنفتح النقاش، واتمنى ان اي حد منكم هتهواه هذه المساله عايز يتامل ثقافه المصريين كويس. أنا كلنا مش انا لوحدي، في ناس كتير احسن مني في المجال بتاعنا في الفلكلور، زمايلي في المعهد، اي حد تحت امركم يشرفنا وجودكم في بلدكم وفي الثقافه قابله دوما على قبول الاخر، بس تعمق فيها وتامل الحلو اللي فيها هتشوف كويس وتعرف معانيه ودلالاته. لان انا باكد لكم ان الشعب المصري ده شعب اصيل عنده جذر حضاري. صحيح بتقابلكم حاجات ولخبطات بلخبطات الزمن اللي عملوا النت وعملوا دخول الشعوب على بعضها فلخبطوا بعضها. ما بقاش حد قدره بيحركه في اتجاه ثقافته الام. بقت ايه؟ لخبطات ولغوصات. ده اللي بيخلي كتير من الشعوب ثبات علاقتها بثقافتها الام ما بيكونش بالشكل المفروض عليه. انما انا باكد لكم من خلال دراستي هذه الامه ثقافه هذه الشعوب ان ما يجمع عليه الشعب المصري ويجمع عليه الناس دايما ايجابي ولصالح الانسانيه ولصالح قبول الاخر والتعامل معاه بشكل يتناسب مع قيمته كانسان. شكرا جزيلا، واتمنى ان يكون الحوار بيننا يخلينا نتعرف على بعض اكتر وفسر حاجات يمكن ما فهمتوهاش وقلل من ردم الكلام وبطئه بالدرجه اللي تخلينا ناخد كمان 10 دقائق دكتور سامي. اتفضل. طيب نفتح باب المناقشه. اي اسئله سواء فيما قاله الدكتور او فيما لديكم من اسئله اخرى. طبعا انا عاوز اسالك على مصطلحات الشعب والاختلاف بين يعني الشعب والثقافه الشعبيه، علشان يعني احنا نسمع ناس كثيره يعني تتكلم عن يعني الشعب المصري اللي هو يعني المفروض يشمل كل المصريين مثلا، او يعني السيسي قال كده في التلفزيون هو يعني يشير الى كل المصريين، ولكن الثقافه الشعبيه اعتقد او من فهمي بتشير الى يعني جزء معين من المجتمع المصري، فهو يعني متهيألي انه في يعني تناقض شويه في هذا ازاي يعني تفسر هذا الله يبارك فيك.
لا لا انت فهمني جدا، وهزتك هزه حقيقيه مش هزه اللي خلصنا يعني. انا من وجهه نظري ان الثقافه الشعبيه تخص جموع الشعب المصري، بمعنى انها ليست ثقافه الفقراء او البسطاء او ثقافه، بدليل ان انا ما قلت لكم اننا تسلي فيما بيننا طبقه المتعلمين والمثقفين والصفوه افكار شعبيه جدا. كمان دايما بقول لاولادي في المعهد، انت لو دخلت عند جماعه عايشين في جاردن سيتي صفوه، تسلم على اللي قاعدين وتبوس مين وما تبوس مين تعرف. انا ابن الريف فلاح عرف، وقد يكون تصرفي تصرف لا يتناسب مع اللي هم متفقين عليه. يعني ايه؟ عشان كده لما يجيبوا في الافلام يجيبوا الفلاحه لما تخش على البندريه وتبوسها 70 بوسه فست تتأفف، يعني مش دي ثقافتها. لكن فيما بين الناس الذين يحيون في جاردن سيتي سمات وملامح مرتبطه بظرفهم الخاص، لكن في النهاية في بوتقة كبرى بينصهر فيها جموع المصريين. هتلاقي الحسد لما تيجي تقول بتوع جاردن سيتي العين مدورة، عارفاه حساد انت حساد، تقوله عند الفلاحة اللي بلدنا فهمان ده عينها صفو. يعني في بوتقة بينصهر فيها ثقافة الشعوب، كل شعب وفقا للظروف المشتركة، إلا أن كل جماعة منهم لها ظرفها الخاص اللي بيحدد ملامح ثقافة خصها. زي ما قلت لحضرتك ان ثقافة الريفيين ريف الصعيد غير ريف الدلتا، والريف اللي في الشمال اللي على حدود البحر الابيض قد يلجأ لنشاط اقتصادي قائم على الصيد، فملامح ثقافته تفاؤله وتشاؤمه ينبع من النشاط اللي هو مشغول بيه على مدار يوم، هيتفاءل من قرموط سمك او بسريايا ويتشائم مش عارف ايه اسود. الفلاح مش هيتشائم بكده، يتشائم بظروفه بالحاجات اللي بيمارسها كل يوم. لما يجي تحلم او يحلم الصياد بفقد الاب مش هيحلم بالعريشه بتاع البيت، لان عريشه البيت او العنبه بتاع الفلاحين. خلي بال حضرتك، اذا احنا متفقين ان الامريكان لهم سمات، لكن الناس اللي في اريزونا ظروفهم مخليه عندهم خصوصيه الظرف الايه؟ المختلف. وده ليس معناه على وجه الاطلاق انك بتقطع، انت بتفهم ليه الناس دول لما بيعملوا كده بيقوم ايه؟ التواصل فيما بينك وبينهم يتم، ورفضك لسلوكهم ما يتمش. لانه بيعملوا بيعمل ده لان ظروفه مخلياه يعمل ده. تقبله اكتر عشان ما تصطدمش ثقافتك بثقافته فترفضه، مش كده؟ لا ده ايرانيين وثقافتهم دي ما تنفعش معايا فهتصدم. يا اخي افهمهم على قدر ظرفهم. زي ما انا ابص على الست الفلاحه اللي بلدنا ووقف عندنا واقول لها انت متخلفه يا ست بتعملي كده ليه؟ وتعالى عليها على الرغم من حكمتها في اختيارها لهذا الموقف. دي حكمة ايه يا عم انت؟ ده بتقول ابني مبدوب والعفاريت خدته. لان حكمتها جايه منين؟ من منطق التعايش. ما هي لو ما لقتش حل لان ما فيش حلول بديله تتجنن. الواد بيجي وبعدين يموت وينشف ويتغير ويبقى شكله مختلف وبعدين يموت بعد شويه. ليه؟ فلازم تحلها، وحلها جاي من حكمتها في ايه؟ في التعايش مع الموقف اللي بيحصل لها. كونك تبص لها من ظرفك انت غلط. بص للناس من ظرفهم تقوم تفهم بيعملوا كده ليه؟ او بيعتقدوا في كده ليه؟ او بيمارسوا ده باي كيفيه؟ انما الحكم على الشعوب والجماعات من منطق ظرفك غلط. وعشان كده انتوا يا امريكان ساعات تبصوا لنا والناس لا تخصكم. يا عمي بص لي شوفني مش من ثقافتك، لان انا ما ينفعش امريكان عمري ولا انت تنفع. ظروفي، المناخ، الدنيا، التاريخ خلتني ابقى كده احسن من وضع ظروفي عشان اتغير للاحسن. مش تقول لي انت تحسن من غير ما تحسن الظرف. انت فاهميني ولا انا لخبطت ولا فلسفتها؟ انت تعبت مني خالص صح؟
مش كده ولا ايه ولا انت؟ يبقى اذا خلاصه يعني ان الشعب المصري له ثقافه تخصه وله مشتركات كثيره جدا فيما بينه وبين كل شعوب الارض، وله قبول زي غيره لثقافات وافده من الخارج. الأرجوس مش بتاعنا، كان جاي من الصين وجاي من لكنه تحرك والثقافات كانت بتقبل بعضها، وجاء عند المصريين لان كان في فراغ في ان الناس تتفرج على فرن، فجه الأرجوس الناس اتفرجت عليه، المصريين مصروه، خلوه ايه؟ يغني غنى مصري ويقول حدوته مصريه ويحكي حكايه مصريه ويخلي الناس تستمتع بنفسها عن عرضها لنفسها من خلال الأرجوس. الطربوش تركي، لكن لما جه طبقه الافنديه حبوا يميزوا نفسهم. اقول لكم مقوله سريعه جدا، الناس تتفاعل فيما بينها تفاعلا رمزي غير لفظي. يعني انا البس طربوش وامشي رمز افندي، كان زمان كده، مش همشي اقول انا فندم الاسطول، ده الراجل الجامد ده ولاد ايه، انا فندم او انا غالي صح؟ لو انا ماشي انا غالي يا عم، انا اغلى واحد. امال ايه بقى؟ البس العبايه، البس الطاقيه الوبر غاليه جدا، والناس خلطوها بتتفاعل جدا. الراجل ده ابن ناس، لانه مش هيقدر يجيب طاقيه وبر ولا يلبس عبايه البريان ولا لابس برغه حلوه الا راجل غني. خلاص الناس تتفاعل فيما بينها، دي حكمه، الناس تتفاعل فيما بينها تفاعلا رمزي غير لفظي. التفاعل اللفظي يضر بالعلاقه. اللفظ ايه ده؟ انا طيب يا عم. لا، انت ارمز لطيبتك. انا غني، اعمل لي رموز لغناك. انا مؤدب، اعمل لي رموز لادبك. الناس الشعوب في التفاعل الافراد بينهم البين يتفاعلون فيما بينهم تفاعلا رمزي غير لفظي، وان صحه العلاقه اللفظيه لا يمكن ان تتم بقدر صحه العلاقه الرمزيه. فالقبول يتم والفهم يستوعب والناس تقرا بعضها قراءه صحيحه. فهمتني؟ جاوبت على سؤالك؟ انا ساعات لما بجاوب بدي نفسي مساحه. واحنا خدنا قد ايه يا استاذ؟ لسه في قدامنا فرصه لعدد من الاسئله. انا جاهز، انا جاهز. اتفضل يا دكتور. يعني قدامنا اسئله كثير ف ايوه سعيد بس. لما انتشر يعني ايدي مثلا الاسلام لما دخل السلام لداخل مصر، هناك اندماج بين التقاليد والثقافات يعني الموجوده في البلد وفي المدينه والدين نفسه. فبعد مثلا مع المواليد بعض الناس يقولوا انه ده مش يعني ديني فعلا، حتى لو كان الموالد حتى لو كانوا يعني الناس في الموالد يعني متدينين ويؤمنون بالله. ومن جانب آخر هناك بعض العلماء اللي بيقولوا أن في هذه الحالة أو هذا الحال يتغير الدين، وهذه التعبيرات عن الدين اللي هي يعني اندماج بين الثقافة الشعبية هذا يعني دين صحيح وليس عقل صحيحا من يعني الدين الأصلي مثلا. فهل في مجالك هل يعني تعتبر أنت مع مين؟ أنت قصدك أنا مع مين في وجهات النظر؟ ففي مجالك يا هل تنظر مجالك إلا يعني الآداب والتقاليد الثقافة الشعبية يعني مثلا الدينية كجزء من الدين، أو هل النظر إلى هذه التقاليد منفصلة عن الدين تماما؟ الله عليك، والله أسئلة هايلة جدا صعبة، بس هذا الذي يدور بيننا مع أننا نسعى إلى أن نكشف عن الذي تتحدث فيه اللي هو إيه؟ المصريين القدماء كان عندهم الآلهة المحلية، يعني سبك مثلا الآلهة التمساح بتاع المقاطعة الفلانية، أمون إله طيبة بتاع مقاطعة الطيبة، رع بتاع منف، بس إما منف تبقى عاصمة البلاد يقوم يرتفع الإله رع ليكون الإله الرسمي للدولة، إله كبير،
اكبر اله. والالهه المحليه تسعى اليه وتبقى واسطه بين الناس وبين. فالناس اعتاد المصريين على ان يستعينوا بالهه محليه توصل فيما بينهم وبين الاله الرسمي. سبك ياخذني علشان امون، لان امون بقى الاله كبير. بتاح رع، وساعات بقى دمج امون برع، بقى امون رع، يعني الالهه الرسميه. فاعتاد المصريين ان يحتفلوا بالالهه المحليه على نفس غرار الاحتفالات بأولياء الله الصالحين، حتى يأخذوا بيديهم في اتجاه الإله الأكبر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. هذا عند المسلمين المصريين وأيضا المسيحيين المصريين. هناك القديسين والقديسات الذين هم أيضا يا سيدي إيه؟ لا، دي ثقافة أم بتفرض نفسها على الدين الرسمي الجديد، وبتخلي الدين الناس تمارسه على حسب فهمها ليه. لدرجة ساعات انا بقول لزمايلنا ولادنا اللي في الدرس العليا دكتوراه، بقول لهم انتوا من ساعات بيجوا عندكم وقت تقولوا هرفع سماعة التليفون واكلم دار الافتاء عشان تفتيني في امر ما، يعني انتوا مش عارفين في صحيح الدين. وانا لان صحيح الدين اسرار بعضها اسرار عند رجال الدين وايضا المسيحيين، وانتم ايضا كذلك في بعض الاحيان يغيب عنكم القرار فتلجأوا لايه؟ للعارفين بامور الدين اكثر. ما بالكم بالشعبيين البسطاء والفقراء والذين ليس لديهم علما ولا فهما ولا قراءه صحيحه لامور الدين، فعليهم ان يؤهلوا فهمهم ليه من خلال ثقافتهم الام. فأنا عايز أقرب من ربنا، مين اللي هيقربني منه؟ واحد قريب أو منه. مين اللي أضمن إنه قريب منه؟ أولياء الله الصالحين. فأنا هروح أثبت لهم، وأنا ما بروح أقول يا حسين، بقول ماذا يا حسين؟ خد من ربنا. يا حسين أمانة عليك تساعدني في إن ربنا يحل لي مشكلتي. هو مجرد وسيط. عايزة تقرا النص ده قراية كويسة وتفهم العلاقة بتبني إزاي؟ اقرا الرسائل اللي بتقدم للامام الشافعي. في رسائل لازم تكتب رسائل كده وترميها للامام الشافعي، وايضا عند القديسين. انا شفت عند كثير من القديسين ناس بتكتب رسائل، اغلب الرسائل او كلها ان لم تكن جميعها كلها بتوسطه، مش بتقدسه هو، بتوسطه علشان يحل مش عشان ربنا يحل مشكلته، بتوسطه بوصفه قريب من ربنا. ربنا هو اثبت وثبت للناس انه مقرب اليه. فما احنا كفولكلوريين، انت بتسالني سؤال صعب، انت مع ولا ضد؟ بقول لك انا لا مع ولا ضد، انا بتاع الفهم، انا بفهم ده حكمه الناس في اختيار الموقف ده، واخد بال حضرتك؟ معش علشان اقول ده غلط او صح، صحته من منطق ظروف المحيطه بيه. الاسلام هل ده صحيح الاسلام؟ لا مش صحيح الاسلام. بس ليه موجود؟ انا بقرا وظيفته عند الناس. لعلمك الناس لما بيجوا من البلاد والقرى والبتاع يقول لك انا رايح الحسين، مدد يا حسين. ليه مش جاي الحسين؟ لا هي ولا جزء. كنت لو مشيت في الحسين ولو رحت السيد البدر والسيد زينب هتلاقي الناس ناصبين خيم في الشوارع والحواري والازقه وجايب مراته وعياله وقاعدين لهم 10 ايام ولا اسبوع ولا 15 يوم. ما بيزورش اغلبه ما بيزورش الحسين. هو جاي ليه؟ جاي يقطع رتابه الايام. الايام رتيبه، جاي عنده بيعزق كلهم زي التاني. فمستنيه هو ومراته محوشين فلوس وعامله فطير وذبحه بطه وعامله حاجات علشان بعد شهر هنروح الحسين، بعد شهرين هنروح السيده، بعد خمس يعني مستنيه حدث ينقلها من رتبة الأيام. دي حكمة الشعوب، حكمتها في إنها تكسر هذه الرتابة وتبقى مستنية حدث يخليها تفرح بالدنيا. الغرض هل أول بقى غلط إن جاية تقعد جنب الحسين؟ هي لا جاية للحسين ولا تعرف مين الحسين ولا جوزها عارفه ولا يمكن بيصلي كمان، بس هي دوري على المغزى، دوري على الوظيفة،
دوري على اللي خلاهم عملوا كده، تعرفي ما تقوليش بقى ان هذا يتعارض مع الدين ولا هذا يتفق مع الدين. سؤالي انا واجابتي انا تنصب في حكمه الشعب في اختيار هذا الموقف. ليه الناس بتعمل كده؟ ومين اللي بيعمل كده؟ بيعملوا ازاي؟ لو في وسط المولد في حرميه وفي قله ادب، وزمان كانت في رقصات زمان المولد ده، شوف المولد بقى اللي ولي من اولياء الله الصالحين، رقصات جزء كبير عالي من اجسادهن، وفي باغيات. تعرفوا البغاء؟ يعني حاجه قله الادب. مش ضروري اقول لكم عندكم الخروج عن النص الاخلاقي. لان مولد، عشان كده بس اقول لك مولد وصاحبه غايه، يعني هيص لما زحمه، وثقافه الزحمه بتخلي الحابل بالنادم، ها تخلي الحلو موجود، وناس بتصلي جوه، وناس عارفه ربنا، وناس عماله تذكره، وناس بتعمل ما يطلع.